قرية اسمها أرادة. أرادة تتبع سوق الجمعة، مشهورين بطبخة الكسكسي وتشم ريحتها وبهاراتها والقرنفل والزهر من أمتار أو من كيلومتر. فإحنا يعني الكسكسي هذه وجبة رئيسية. اتفاقية زي هذه تحفظ لنا ثقافتنا وتراثنا، مش في الكسكسي بس، من هذه من أحد المبادرات اللي نقوم بها بيوم الكسكسي الليبي، يعني للبرلمانيين بصفة عامة أن يمرروا هذه الاتفاقية ويتم توقيعها. بل هو مرآة تعكس حضارة الشعوب ومهارات نقلتها الأجيال جيل عبر جيل. الطبق الكسكسي يعكس الهوية الاجتماعية وهوية المجتمع بشكل عميق جدا، ضارب في جذور التاريخ، نقلتها الأجيال جيل عبر جيل، من جدات لأمهات لبنات، وطريقتها خاصة جدا يصعب تجاوز طرق أعدادها.